باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. نتابع يا أحبائي تأملاتنا في برنامج منهج حياة، كونوا رحماء فطوبى للرحماء، كونوا رحماء كما أن أباكم أيضا رحيم. تأملنا في كونوا رحماء، فالرحمة هي فيزة الدخول للملكوت الأبدي. في اليوم الأخير يا أحبائي، في يوم الدينونة، رب المجد هيقول تعالوا إلي يا مبارك أبي، دوس الملكوت المعد لكم من قبل إنشاء العالم، لأني جعت فأطعمتموني، عطشت فسقيتموني، كنت غريبا فآويتموني، عريانا فكسوتموني، مريضا فزرتموني، محبوسا فأتيتم إلي. نمرة 2، تأملنا أحبائي في كونوا رحماء ليس فقط بالإحسان بل بتنمية كل إنسان. ثالثا، تأملنا في كونوا رحماء بحب وفرح وسرور. رابعا، كونوا رحماء متيقنين أن الفقراء هم إخوة الرب الأصاغر. نمرة 5، تأملنا في كونوا رحماء مترنمين، من يدك يا رب أعطيناك. سادسا، كونوا رحماء بسخاء بل من الأعواز. سابعا، تأملنا في كونوا رحماء في الخفاء. ثامنا، تأملنا في قول معلمنا القديس يهوذا الرسول ارحموا البعض مميزين، ميز وانت بتعطي الرحمة. كونوا رحماء فطوبى للرحماء، أو بركات الرحمة في حياة الرحماء. بركة الأولى يا أحبائي بركة لقاء الرب، لقاء الرب. كل ما فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر فبي قد فعلته. بركة تانية، إن ربنا يبارك في كل أعمال الرحماء وجميع ما تمتد إليه أيديهم، كما ورد في تثنية 15، أعطي أخيك الفقير ولا يسوء قلبك عندما تعطيه، لأنه بسبب هذا الأمر يباركك الرب إلهك في كل أعمالك وجميع ما تمتد إليه يديك. بركة الثالثة، ربنا يفيض على الرحماء بالخير والبركة، كما ورد في سفر ملاخي النبي، هاتوا جميع العشور وجربوني يقول الرب، إن كنت لأفتح قوى السماوات وأفيض عليكم بركة حتى لا توسع، أي حتى لا يوجد اتساع يتسع له. بركة الرابعة، الرب يبارك نسل الرحماء، كما ورد في مزمور 37، كنت فتى وقد شخت ولم أرى صديقا تخلي عنه ولا ذرية له تلتمس خبزا، اليوم كله يتراءف ويقرض ونسل للبركة. بركة الخامسة، الرب يبارك حياة الرحماء بل تكمل بركتهم. يشوع بن صراخ يقول ابسط يدك للفقير لكي تكمل بركتك. بركة السادسة، أن الرب ينجي الرحماء في يوم الشر. يقول داود النبي في مزموره 41، طوبى لمن يتفهم ويتعطف في أمر المسكين والفقير، في يوم الشر ينجيه الرب. بركة السابعة، الرب يحفظ الرحماء. طوبى لمن يتفهم في أمر المسكين والفقير، الرب يحفظه. بركة التامنة، الرب يحيي الرحماء. طوبى لمن يتفهم في أمر المسكين والفقير، الرب يحييه. بركة التاسعة، الرب يجعل الرحماء مغبوطين في الأرض. مغبوطين يعني مباركين، فرحانين. قال داود النبي طوبى لمن يتفاهم ويتعطف في أمر المسكين والفقير، الرب يجعله مغبوطا في الأرض. بركة العشرة، الرب لا يسلم الرحماء إلى مرام أعدائهم. هكذا قال داود النبي الرحوم، طوبى لمن يتفهم ويتعطف في أمر المسكين والفقير، الرب لا يسلمه إلى مرام أعدائه. بركة الحادي عشر، الرب يعدد الرحماء وهم على فراش الضعف. هكذا قال داود النبي، طوبى لمن يتفهم ويتعطف في أمر المسكين والفقير، الرب يعدده وهو على فراش الضعف والوجع، إنك مهدت مضجعه كله في مرضه. بركة الاثناشر، أحبائي سعادة الرحماء. داود النبي بيقول في مزمور 112، سعيد هو الرجل الذي يترأف ويقرض. بركة 13، الرحماء يدبرون أمورهم بالحق والعدل.
يقول في نفس المزمور: سعيد هو الرجل الذي يترأف ويقرب، يدبر أموره بالحق والعدل. بركة 14: الرحماء قلبهم ثابت متكلا على الرب أثناء التجربة من البداية للنهاية. يقول داود النبي في نفس المزمور: سعيد هو الرجل الذي يترأف ويقرب، لا يخشى من خبر السوء. بداية التجربة قلبه ثابت متكلا على الرب، قلبه ثابت فلا يخاف حتى يرى بأعدائه. نهاية التجربة. بركة 15: الرحماء يرتفع قرنهم أو رأسهم بالمجد. يقول داود النبي في نفس المزمور: سعيد هو الرجل الذي يترأف ويقرب، يرتفع قرنه بالمجد. بركة 16: أن الرب لا يتخلى عن الرحماء. قال داود النبي في مزمور 37: كنت فتى وقد شخت، ولم أرى صديقا تخلي عنه، ولا ذرية له تلتمس خبزا. لم أرى صديقا تخلي عنه. والصديق وصف داود النبي في نفس المزمور بقوله: يترأف ويقرب. بركة 17: يا أحبائي، أن الرحماء يجدون نعمة وفطنة صالحة في أعين الله والناس. يقول سليمان الحكيم: لا تدع الرحمة والحق يتركانك، تقلدهما على عنقك، اكتبهما على لوح قلبك، فتجد نعمة وفطنة صالحة في أعين الله والناس. بركة 18: يا أحبائي، أن الرحمة والحق يهديان الرحماء ومخترعي الخير. يقول سليمان الحكيم في أمثال 14: أما يضل مخترع الشر، أما الرحمة والحق فيهديان مخترعي الخير. بركة 19: ربنا يستر خطية واسم الرحماء، كما ورد في أمثال 16: بالرحمة والحق يستر الاسم. البركة 20: كما قال سليمان الحكيم في أمثال 20: الرحمة والحق يحفظان الملك. بركة 21: أن الرحمة تسند كرسي الملك. وطبعا الملك مش بس رئيس الجمهورية ولا ملك البلاد، كل مسؤول كبير. يقول سليمان الحكيم مختبرا: الرحمة والحق يحفظان الملك، وكرسيه يسند بالرحمة. بركة 22: يا أحبائي، أن الرحماء يحسنون إلى أنفسهم. يقول سليمان الحكيم: الرجل الرحيم يحسن إلى نفسه. بركة 23: الرب يجازي الرحماء عن معروفهم. يقول سليمان الحكيم: من يرحم الفقير يقرض الرب، وعن معروفه يجازيه. بركة 24: التابع العدل والرحمة يجد حياة وحظا وكرامة، كما ورد في أمثال 21. بركة 25: يا أحبائي، من يصنع رحمة ويرمي خبزه على وجه المياه يجد بعد أيام كثيرة، كما قال سليمان الحكيم: ارمي خبزك على وجه المياه فإنك تجد بعد أيام كثيرة. بركة 26: يا أحبائي، الرب لا يصرف وجهه عن الرحماء. توبيد الصديق قال لابنه توبيا: لا تحول وجهك عن الفقير فيكون أن الله لا يصرف وجهه عنك. بركة 27: يا أحبائي، الرحمة تنجي من الخطية وتطهر كل خطية. توبيد الصديق قال لابنه توبيا: يا ابني كن رحوما حسبما تستطيع، لأن الصدقات تنجي من الخطية. ورئيس الملائكة رافائيل قال لتوبيد الصديق وابنه توبيا: الصدقة تطهر كل خطية. بركة 28: يا أحبائي، خير الرحماء. توبيد الصديق قال لابنه توبيا وهو على فراش الموت، قال له: يا ابني احفظ الناموس والأوامر، وكن محبا للرحمة وصديقا ليكون لك خير. بركة 29: يا أحبائي، أن الرحماء بالأرامل والأيتام هم أبناء الله المحبوبون. يقول يشوع بن صراخ في إصحاح 4: كن أبا لليتامى وبمنزلة رجل لأمهم، فتكون كابن العلي وهو يحبك أكثر مما تحبك أمك. بركة 30: يا أحبائي،
مكانة الرحماء عند الله كخاتم عنده، ويحفظ إحسان الإنسان كحدقة عينه. يقول يشوع بن صراخ في إصحاح 17: صدقة الرجل كخاتم عندي عند ربنا، فيحفظ إحسان الإنسان كحدقة عينه. بركة 31 أحبائي، نصرة الرحماء. يقول يشوع بن صراخ: الأخوة والعون لساعة الضيق، لكن نصرة الرحمة فوق كليهما. بركة 32 أحبائي، نور الرحماء. ربنا بيقول على فم أشعياء النبي في أشعياء 58: أن تكسر للجائع خبزك، وأن تدخل المساكين التائهين إلى بيتك، وإذا رأيت عريانا أن تكسوه، وأن لا تتغاضى عن لحمك، حينئذ ينفجر مثل الصبح نورك. بركة 33: صحة الرحماء تنبت سريعا. في نفس الإصحاح نقرأ في أشعياء 58: أن تكسر للجائع خبزك، حينئذ تنبت صحتك سريعا، وينشط الرب عظامك. بركة 34: بر الرحماء يسير أمامه. في نفس الإصحاح يقول إشعياء النبي: أن تكسر للجائع خبزك، وأن تدخل المساكين التائهين إلى بيتك، حينئذ يسير برك أمامك. بركة 35: مجد الرب يجمع شمل الرحماء. يقول أشعياء النبي في نفس الإصحاح: أن تكسر للجائع خبزك، حينئذ مجد الرب يجمع شملك. بركة 36، وهي بركة هامة جدا، أن الرب يستجيب لصلاة الرحماء، بل حينما يستغيثون به يقول لهم: ها أنا ذا. يقول أشعياء النبي: أن تكسر للجائع خبزك، وأن تدخل المساكين التائهين إلى بيتك، وإذا رأيت عريانا أن تكسوه، وأن لا تتغاضى عن لحمك، حينئذ تدعو فيجيب الرب، تستغيث فيقول: ها أنا ذا. بركة 37: الرب يقود الرحماء على الدوام. في نفس الإصحاح يقول: أن تكسر للجائع خبزك، وأن تدخل المساكين التائهين إلى بيتك، يقودك الرب على الدوام. بركة 38: شبع وارتواء وفيض الرحماء. يقول أشعياء النبي في نفس الإصحاح: أن تكسر للجائع خبزك، تدخل المساكين التائهين إلى بيتك، وإذا رأيت عريانا أن تكسوه، أن لا تتغاضى عن لحمك، حينئذ يقودك الرب على الدوام، ويشبع في الجدوب نفسك، فتصير كجنة مروية، وكنبع مياه لا تنقطع مياهه. بركة 39 أحبائي، الرحماء ونعمة البناء والترميم. تلاقي دايماً الرحماء ناجحين في البناء والترميم. يقول أشعياء النبي: أن تكسر للجائع خبزك، وتدخل مساكين التاهين إلى بيتك، حينئذ منك تبنى الخرب القديمة، وتقيم أساسات دور فدور، فيسمونك مرنم الثغرة، ومرجع المسالك للسكنة. مكان كان ساكن وبعدين اتهدم وبقي مسالك، ترجعه انت للسكنة، نعمة البناء والترميم. بركة 40 أحبائي، اطمئنان الرحماء. دانيال النبي قال لنبوخذ نصر الملك: لتكن مشورتي مقبولة لديك، وفارق خطاياك بالبر، وأسامك بالرحمة للمساكين، لعله يطال اطمئنانك لما تفارق أسامك بالرحمة بالمساكين. بركة 41 يا أحبائي، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون، قول رب المجد في العز على الجبل. بركة 42، نقاوة الرحماء. رب المجد بيقول في لوقا 11: اعطوا ما عندكم صدقة، هوذا كل شيء يكون نقيا لكم. بركة 43، كمال الرحماء. رب المجد يقول للشاب الغني: إن أردت أن تكون كاملا فاذهب وبيع أملاكك واعطيه للفقراء، فيكون لك كنزا في السماء. بركة 44 أحبائي، الأجر العظيم للرحماء. يقول رب المجد في لوقا 6 في العز على الجبل: احسنوا
واقرضوا وأنتم لا ترجون شيئاً فيكون أجركم عظيماً. بركة الخامسة والأربعون أن الرحماء هم أبناء الله العلي. كمالة الآية رب المجد بيقول احسنوا واقرضوا وأنتم لا ترجون شيئاً فيكون أجركم عظيماً وتكونوا بني العلي. بركة السادسة والأربعون يا أحبائي المعطي المسرور يحبه الرب، كما قال معلمنا القديس بولس الرسول. أما البركة السابعة والأربعون يا أحبائي فهي اكتفاء الرحماء. معلمنا القديس بولس بعد ما قال المعطي المسرور يحبه الرب قال والقادر أن يزيدكم كل نعمة لكي تكونوا ولكم كل اكتفاء كل حين في كل شيء. نعمة ربنا للرحماء يبقى عندهم كل اكتفاء كل حين في كل شيء. أما البركة الثامنة والأربعون أن الرحماء يزدادون في كل عمل صالح. نفس الآية قال والقادر أن يزيدكم كل نعمة لكي تكونوا ولكم كل اكتفاء كل حين في كل شيء تزدادون في كل عمل صالح. أما البركة التاسعة والأربعون يا أحبائي أن الرب يكسر بذار الرحماء وينمي غلات برهم، وده اللي بيقوله معلمنا القديس بولس الرسول أيضا في نفس الإصحاح، يقول والذي يعطي بذارا للزارع وخبزا للآكل أو للأكل سوف يقدم ويكسر بذاركم وينمي غلات بركم. يكسر بذاركم يعني يكسر الخير في ايديكم وينمي غلات بركم ثمار بركم. اما البركه الخمسون يا احبائي فان الرحماء يغنيهم الله في كل شيء. اما البركه الخمسون يا احبائي فهي أن الرب يغني الرحماء في كل شيء. معلمنا القديس بولس الرسول في كورنثوس الثانية إصحاح 9 بيقول المعطي المسرور يحبه الله مستغنيين في كل شيء. يعني الذين يعطونا بسرور ربنا يحبهم وربنا يغنيهم في كل شيء. نتأمل كيف حفظ الرب القديس بولس الرسول من كل شر. في مزمور 121 يقول إيه؟ الرب يحفظك من كل شر ومن كل سوء، من كل شر ومن كل سوء. وكل ما كنت رحوماً كل ما ربنا حفظك. طوبى لمن يتفهم ويتعطف في أمر المسكين والفقير الرب يحفظه، الرب يحفظه من كل شر ومن كل سوء. ولذلك نلاقي القديس بولس الرسول يقول في رسالته الثانية لأهل كورنثوس إصحاح 11 بأصفار مرارا كثيرة بأخطار سيول وربنا يحفظه، بأخطار لصوص وربنا يحفظه، بأخطار من جنسي ناس قرايبه وحبايبه وربنا يحفظه، بأخطار من الأمم وربنا يحفظه، بأخطار في المدينة وربنا يحفظه، بأخطار في البرية وربنا يحفظه، بأخطار في البحر وربنا يحفظه، بأخطار من أخوة كذبة، هم أخوة بس كذبة ربنا يحفظه. مش دي حياتنا يا أحبائي؟ ياما بنتعرض لسيول. يمكن بلادنا هنا ما فيهاش سيول كتيرة. أنا فاكر مرة كنت راجع من الغردقة للأقصر، وقبل مطار الأقصر بحوالي 20-30 كيلو جت سيول فظيعة فظيعة. أنا كنت راكب العربية اللينكون اللي هي كانت بتاعة البابا شنودة، فبصينا ما لقينا نفسنا نزلنا جوه
حفرة كده وطلعنا، والمية وصلت دخلت جوه العربية، وصلت لغاية ركبنا. بينا مش عارفين هنمشي ولا نرجع ولا نقف، فتلنا ماشيين يعني كده واحدة واحدة. إنما لمدة ربع ساعة أو تلت ساعة سيول بتضرب في العربية. وبنعمة ربنا عدينا الفترة دي، أنا المية وصلت لغاية ركبتي. نزلنا يعني نظفنا العربية شوية، طبعا كانت وقفت، جينا ندورها دارت مشيت. أنا بيتقول إيه اللي حصل ده؟ إزاي ربنا حفظنا من هذه السيول؟ ما ده اللي بيقوله معلمنا القديس بولس، بأخطار سيول ربنا حفظه، بأخطار لصوص، مش بنتعرض للصوص وحرامية وربنا حفظه، بأخطار من جنسي ربنا حفظه، بأخطار من الأمم، بأخطار في المدينة، بأخطار في البرية، بأخطار في البحر، بأخطار من إخوة كذبة وربنا حفظه. الرب يحفظك من كل سوء، مش ده غنى يا أحبائي؟ لما تشعر إن ربنا بيحفظك ده غنى، ده غنى. وده اللي قال عنه معلمنا القديس بولس الرسول: المعطي المسرور يحبه الرب، والذين يعطون بسرور ربنا يحبهم ويغنيهم في كل شيء. وكون إن ربنا يحفظهم ده غنى، تحس بغنى. نقرأ يا أحبائي في رسالة معلمنا القديس بولس الرسول الثانية لتلميذه تيموثاوس، بيقول له إيه: وأما أنت فقد تبعت تعليمي وإيماني وأناتي ومحبتي وصبري واضطهاداتي وآلامي، مثل ما أصابني في أنطاكيا وإيقونية ولسترة، أية اضطهادات احتملت، ومن الجميع أنقذني الرب. ومن الجميع أنقذني الرب. ومن الجميع أنقذني الرب. أنقذني الرب من كل شر ومن كل سوء. مش ده غنى؟ الرب يحفظك من كل شر ومن كل سوء. لما تحس إن ربنا بيحفظك من كل شر ومن كل سوء ده غنى. وهكذا يتمتع الرحماء يا أحبائي بغنى حفظ الرب لهم. نرى يا أحبائي في رسالة معلمنا القديس بولس الرسول لتلميذه تيموثاوس الإصحاح الرابع، يقول إيه؟ اسكندر الحداد أو النحاس أظهر لي شرورا كثيرة. وإحنا ما في ناس بتبقى ضدنا، ضدنا وبس، أو ضدنا بسبب شرورا كثيرة، ليجازيه الرب حسب أعماله. ولكن الرب وقف معي وقواني لكي تتم بي الكرازة ويسمع جميع الأمم، فأنقذت من فم الأسد، فأنقذت من فم الأسد. اسكندر الحداد أو النحاس ده أظهر لي شرورا كثيرة، وكان كالأسد عايز يبتلعني كما يبتلع الأسد الفريسة، وربنا خرجني من فمه. أنقذت من فم الأسد، مش من أمام الأسد، لا، ده أنا كنت خلاص دخلت جوه فمه وأنقذت من فم الأسد. الرب يحفظك من كل شر ومن كل سوء. يوم يا أحبائي ما تشعروا إن ربنا بيحفظكم، ولو كنت هتدخل في فم الأسد يروح ربنا داخل بإيديه الحنية كده ويروح شايلك من فم الأسد، إيه ده؟ إيه الحفظ الجميل ده؟ تحس بغنى. وده اللي قاله معلمنا القديس بولس الرسول: المعطي المسرور يحبه الله، والذين يعطون بسرور يحبهم الله ويغنيهم في كل شيء. يحفظهم من الضيق ويحفظ عظامهم ويحفظهم من كل شر ومن كل سوء. وبعدين يكمل معلمنا القديس بولس ويقول:
أنا أنقذت من فم الأسد وسينقذني الرب من كل عمل رديء. مش أنقذت وخلاص، لا، أنا عارف أن ربنا معايا، أنا عارف أن أنا محفوظ في إيديه. وسينقذني الرب من كل عمل رديء ويخلصني لملكوته السماوي الذي له المجد إلى دهر الدهور، أمين. إلى اللقاء يا أحبائي، في الحلقة القادمة نستكمل تأملنا في سيمفونية حفظ الإلهي في حياة القديس بولس الرسول الرحوم. وكل ما نكون رحماء يا أحبائي، كل ما ربنا يحفظنا، يحفظنا وننعم بسيمفونية الحفظ الإلهي في حياتنا، ونقول مع القديس بولس الرسول: مستغنيين في كل شيء لكل سخاء. الرب معكم يا أحبائي، ويبارككم بكل بركة روحية. لإلهنا كل مجد وإكرام من الآن وللأبد، آمين.